عجينة السينمون رول بين ايدي للشيف فيصل وعم يدعك فيها. رح ننتقل لعنده شغال الخبيط ورشة ملح. عن جديد اهلا وسهلا فيكم. برجع بذكر انه نحن عم نعمل عجينة السينمون رول او السينمون رول اللي هي بتتألف من 600 جرام من الطحين، 75 جرام من الزبدة، 15 جرام من الخميرة، 4 جرامات من الملح، بيضتين و250 ملي من الحليب الفاتر. هي هي العجينه. بس بخبركم انه بعد الدعك فيكم اذا حسيتوها بعد عم تشقق كثير فيكم تضيفوا تقريبا ملعقه شوربه من الحليب، ملعقه صغيره، ملعقه كبيره قصدك، ملعقه كبيره ايه او تيبل سبون يعني تيبل سبون بس بدنا نشرحها بالعربي بتعرفي ايه ملعقه أوكي. كبيره ملعقه تيبل سبون وفينا نحط كمان تو تي سبونز يعني كمان بيمشي حالها مثل ما شايفين. هيدا لما بتحب كثير السينمون رول بونجور لما 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 شو في لما صاحبتنا لما لوان لبلومه تبعيتنا انت ما بتشوفها اوكي بنقول لها بونجور كمان موجهه لها تحيه بنقول لها هالوصفه ويعملوا لايك على البيج شيف فيصل العريضي وياخذوا الوصفات كلها سوا. هالعجينه جاهزه كرمال نضيع وقت. نحن كنا حضرنا عجينه بدها تقريبا في قد ايه بدها وقت هديك لتخمر يعني لتصير هيك حراره الغرفه 24 بتاخذ من نص ساعة لساعة اوكي وفينا نحطها بالبراد وثاني نهار نوع الصبح نسويها كمان أوكي. اوكي او فينا نخمرها ساعة برا بعد التخمير نفوتها على الفريزر لثاني نهار وفينا نرجع نستعملها بأي وقت اللي كان نعملها ديفروست او نفك لها الجليد بالبراد ونرجع نستعملها. لكن هاي العجينة وزنها 530 او 575 جرام. الريسبي اللي هي 600 جرام اللي هي 600 جرام الوصفه من الطحين نقسمها لاثنين 565 رح نرقها 30 ب 40 30 ب 40 سنتي. هالطريقه هيدي عجينة مرتاحة ايه ناعمة عرخامة بالشوبك. ارقى شيء ممكن يعني من رققها على 3.5 ملي يعني هلا في نشوفوها ما بعرف كيف لح أقدر لهم إياها بس رح يشوفوها على لا مبينة الشاشة رقيقة كثير يعني أرقى على الشاشة و وبالشوبك نعملها بشكل كتاب ولكن لازم يكون عرخامة متساوية ما تكون مجاورة مثل هون على الطول. هلا فينا نحشيها بكريم باتيسير، فيكم تحشوها بكريم باتيسير. وصفة الكريم باتيسير كثير سهلة اللي هي وصفة الكريم باتيسير لتر حليب، 8 صفار بيض، 150 من السكر، 80 جرام من الكاسترد باودر أو كورن فلاور، 20 ملي من الفانيلا وأكيد بنغلي الحليب على النار، بنحط صفار البيض مع السكر مع الكاسترد باودر بنخفقهم مع بعضهم ومن بعد ما يغلي الحليب بنحطهم حط الحليب فوق الكاسر باودر والصفار البيض والسكر بنرجع بنرجعهم على النار تيفقوا يصير عندنا كاسترد كريم. فينا نحشيها كاسترد كريم. انا عملتها الصبح نفسها حشيتها زبده الفستق بينات باتر مع اكيد قرفه وسكر حطينا بقلبها والبينات باتر فيها كمان كسر فستق بقلبها كمان بتطلع كثير طيبه. في عده طرق فيكم تحشوها. فينا نحشيها بالزبده المطرايه اللي هي سوفت باتر نشوفها هون. هي العجينه لكن هلا صارت رقيقه وممدوده هلا رح نمد الزبده اللي بنكون طرقناها اوريدي اوكي ما بعرف اذا طلعوا الوصفات على الشاشه
هلا بيطلعوا. تكينا حضروا ورقه وقلم. عندي الحشوه او هلا رح يطلعوا الوصفات. طلعت العجينه هلا. هلا عم شوفها. 600 جرام من الطحين، بيضتين، 15 من الخميره، 4 ملح، 100 من السكر، واكيد بيضتين، 250 ملي من الحليب. شفنا كيف عجناهم مع بعضهم. على الطريقه اليدويه بنحط السكر والخميره والحليب، نحطهم مع بعض ونتركهم يختمروا، نرجع نضيفهم فوق الطحين، اكيد بنضيف البيض قبل، بنعجنهم مع بعضهم، واخر شيء بنحط الملح. هيدي الزبده هون رشيناها. الحشوه كثير سهله، 50 جرام من القرفه، 75 جرام من الزبده، 225 جرام من السكر الاسمر. نحن رح نرش هلا سكر السكر الاسمر. فيكم بدل الزبده هيك بطريقه عشوائيه، يعني طريقه عشوائيه. اوكي، فينا نحط كاسترد كريم. خلينا نرجع نقول الوصفه. لل 8 صفار بيض، لتر الحليب، لتر حليب، 20 ملي او 10 ملي من الفانيلا. اوكي، 80 جرام من الكاسترد باودر، و150 جرام من السكر. نغلي لتر الحليب على النار، على حدا نخفق الصفار مع السكر مع الكاسترد باودر والفانيلا. طبعا اذا جوز فانيل او ستيك من الفانيل الطازه بنحطه مع الحليب يغلي على النار مشان يتفكك، واذا سائل فينا نحطه مع الصفار والسكر. بنوزعهم نحن بهالطريقه، عم نوزعهم توزعوا كما شايفين. فينا هلا نحط القرفه. اوكي، القرفه بما انه عاملين نص وصفه ما تخافوا، رشوا قووا قلبكم. وفي حط معها كمان، هلا ما حطيت كميه الزبده كلها سوا، اي هذا القرفه انحطت. بكفي هالقد خلاص؟ بكفي قرفه هالقد، لان عاملين نص وصفه، 25 جرام. اوكي، كنت ناقع زبيب اشلميش. قد ايه وقت نقعتهم؟ شي 3 ساعات. اوكي، يعني فينا نحط معهم فانيلا، فينا نوزع عليهم زبيب. يعني لهي العجينه بدها 75 جرام لل 100 جرام، حسب انتم شو بتحبوا. هلا طريقة اللف، وصلنا للجد. طريقة اللف وطريقة الفينيشينج، برجع بذكر بالوصفة السهلة، 600 من الطحين، 75 من الزبدة، 250 ملي من الحليب، 15 من الخميرة، 4 من الملح، 100 من السكر، وبيضتين. هلا طريقة اللف مثل ساندويش بنبلش فيها. ايه صغير صغير، يعني صغير صغير بناخذ جناب كلها سوا نكبسها. ايه مثل ساندويش اللبني. ساندويش اللبني ايه هيك، لانه اصغر شيء بس ما فيها زعتر. ايه ما هيك. طيبة مع زعتر مش هيك؟ ايه كمان. طيب ايه شهيني انت على كل شيء. اوكي، فيها تكون لايت، فيها تكون لايت وهيلثي. نستعمل نستبدل الطحين ب طحين الحنطه، 200 جرام بنقسم الوصفه، وطحين كامل طحين القمح، وفينا نحط كمان هي الزبده كمان. المشكله شو بنعمل؟ الزبده بنحط فيها بدله زيت. اوكي، بدل الزبده. فينا أوكي. نستعمل الزبده اللي هي اقل دسم 50%، اللي هي لايت. لايت، اوكي. اوكي، هيدا بالطحين. شو بعد فيه؟ السكر، فينا نستعمل الفريكتوز او فينا نستعمل السكر الاصطناعي او سوربيتول. ايه سكر طبيعي السوربيتول. ايه او السكر الاصطناعي. فبتصير عندنا لايت. والحشوه فيها ما تكون الزبده اللي حطيناها هلا، فيها تكون الزبده اللايت. الكاسترد كريم اذا بنعملها بنجيب حليب خالي من الدسم، نستبدل الصفار بزلال بيض،
ونستبدل السكر العادي بسكر سوربيتول او الفريكتوز او الكاندريل. الكاندريل السكر الاصطناعي. اوكي. اوكي، لكن هون صارت جاهزه عندنا. هلا بلش التقطيع. هلا التقطيع. هلا تنستعمل الجات، ما ضروري تكون بالرينج او بالسيركل، فينا نستعمل هيدا، ندهنها زبده، فينا ندهنها زيت. زيت كمان. كمان لللايت في زيت خصوصي، مش اي انواع الزيت فينا نستعملها. يبعدوا عن زيت النخيل. البالم اويل ما بتنصح فيه يعني. ابدا. لا. اوكي. ابدا. منه صحي. بهالطريقة نحن نبلش من هون. صارت عنا مفروض تطلع لا تقريبا 5 سنتي. وهيدا التقطيع اللي كنت عم تحكي عنه. ايه كنت هون شغال التقطيع. شغالين فيه. نحن عم نعمل الانترفيو وانت يلا. اوكي. بنصفهم. فينا يكونوا انديفيديوال بقالب على صينية، فينا نعملهم قالب، فينا نحطهم على صينية ونكبسها بهالطريقة. ايه مثل الرول تبع البيش. مثل الرول. بس هلا رح اكبسهم كلهم سوا، بس ما بالخل. وهيدا الكعب. نكبسهم. ساعة كلهم. ايه نكبسهم واكيد رح يختمروا هلا. ما بيأثرهم هلا قد مضغوطين مع بعض، مش ما بيأثر رح يختمروا هلا. أوكي. هتشوفوا الريزلت. هي تكون جاهزه عندنا، نحطها بمحل دغري بنفوتها؟ اه لا لا، بدها تختمر لمده نص ساعه. اوكي. او ساعه ما في مشكله، يعني هلا بهالطقس في الجبل. بس لازم يتجنبوا يحطوها حد شيء دافي او حامي كثير. اوكي. كرمال ما نموت الخميره. هودي خلصنا منهم، هلا رح نحضر توبينج مثل العاده. هلا بدها نص ساعه، فاذا لتختمر قد ايه بدها بالفرن؟ بفوت دغري حامي كثير. نص ساعه اختمار، رح تفوت على درجه حراره 200 لمده نص ساعه. اوكي. هلا بلشوا يعتلوا هم، يعني مش حتكون خالصه لحتى ياكلوا؟ عفكر بالموضوع. ما هيك انت مجهز لهم شيء من قبل؟ ما بعرف اذا مثل العاده بنعمل ابراكادابرا ولا كيف. ايه ما هيك. شو رايك؟ لانه إيه اذا هيك حتصير في طيب. تنفيس دواليب وحرق دواليب برا. نسيناها النغمه هيدا. خلصت من زمان. شفتوا هيدي جاهزه. شفتوا عنا. شف فيصل دائما عنده. رح احطها شوي تقريبا بالفرن لبين ما احضر الفروستينج او التوبينج. شفتوا كيف التوبينج اللي هو بيتالف وصفتها من 225 جرام من الجبنه. الجبنه الطريه. عم خبط جبنه كمان يا ملعون. توبينج جبنه. كمان عندنا 50 جرام من الزبده و 200 من السكر البودره. اوكي. رح نطريهم مع بعضهم، ضروري تكون حرارتهم حراره الغرفه. رح نطري بهالطريقه كرمال الزبده هذا بلوك جبنة طرية. ايه موجودة بالسوبر ماركت. ما ضروري نعمل لها دعاية، كل العالم بتعرفها. اكيد. طريناها هون. ايه. لكن في لكم انه نحن مختصرين الكلمة سينامون رول. هي نفس الشيء، كرمال ما حدا يضيع ويقول بس ديفرنت ريسبي، يعني ريسبي معدل عليها، شاغل عليها. مثل ما شايفين صار عندنا الزبده 225 جرام من الجبنه، 50 من الزبده، 200 من السكر بودره. عم بيهددوني انه ما اكل قبلهم، بس انا حتى اطمنكم انه انا ما بحب السينمون رول وما بحب الزبيب، سو ما تخافوا. بس ريحة العجينة مش معقول شو طيبة. بس ماني حاطط زبيب بهي. وريحة الاورنج بودينج كمان كان كثير طيبة. ميرسي ميرسي. هيدا لازم العالم تعمل لي لايك على البيج. شيف فيصل عريدي. بيقولوا لك لايك يا فيصل. لايك يا شيف فيصل. لايك لايك اي لايك. لايك يا شيف فيصل. لأنه كل الريسبيات عم تنزل حتى الفيديو عم ننزلها. مثل ما شايفين
الفروستينج فينا نحطه على هو سخن بس يطلع من الفرن. ايه يامي. فيها بلا الزبده. ما تعتلهم بلا الزبده. بلا الزبده. فينا نستعمل كمان اللايت كريم تشيز. او الجبنه اللايت المطرات. ايه مظبوط؟ الطريه. مش معقول شو طيب الريحه. هلا فينا بهالدقيقتين ننهيها. هيك مع البريزنتاسيون فيها تكون بلل الفروستينج على الوجه. اكبر مستهلك للكفوف انت يعني. شيء كثير مؤذي للبيئه. ضروري. والكفوف لازم يكونوا اصليات اكثر. نقي الكواليتي الافضل. ايه ضروري. لانه في كواليتي منا منيحه بتعمل حساسيه بالايد. كمان ما حدا يسترخص فيها. بتتحمل الحراره كمان. مثل ما شايفين. ايه شكلها كثير حلو بشهي. ريحتها كثير حلوه. فينا نحط الفروستينج على الوجه وفينا على كلها وهي سخنه يعني بهالدقيقه. شو بتفضلي؟ نحط الفروستينج ولا بنخليه مثل ما بدك؟ بنقدمه على جنبه. ذنبه على جنبه. ذنبه على جنبه. ما مثل ما بدك، انا ما عندي مشكله. رح نحطه بهالطريقه. ما نكترنا كثير. واكيد بس تكون طالعه من الفرن سخنه. ايه بتدلق اسرع بتصير ال رح يدوبوا. ايه. نقلكم صحتين. وإذا بدكم الوصفات رح تنزل على البيج شيف فيصل عريدي أو تويتر @شيف فيصل. هيدي صارت جاهزة. فينا نرجع نعرضها للحرارة وفينا نتركها تدوب حتى لو مثل ما هي هيك فينا كمان نسخنها. فينا نسخنها. اوكي. والمنيح دائما عم نذكر المشاهدين انه فيهم يشوفوا الوصفات ويتعرفوا عليهم اكثر، لانه كثير عم يجينا على الفيسبوك وعلى تويتر بيسالونا شو عمل وشو حضر الشيف فيصل. هيك فيكم تعرفوا شو حضر وتاخذوا كل الريسيبيز. شكرا لك. بنشوفك الجمعة الجاي. نهار الاحد جمعة الجاي. احد الجاي. فاذا متعرفوا معك على اطباق طيبه، على اطباق جديده اكيد، ودائما سويتس مع الشيف فيصل. نحن اكيد بنمنى لكم بقيه نهار حلو وين ما كنتوا عم بتقضوه. اكيد الجبال اليوم رح تكون عامره مع سكي لكل محبي التزلج. دائما بنقول لكم عبر عالم الصباح والتلفزيون مستقبل. دائما شوفوا لبعيد ونحن بنشوفكم بكره.